احمد يا نعم، هتعمل ايه النهارده بقى عشان يفيد صحه المراه الحامل؟ ايوه ايه بقى؟ مستقبل البيبي الصغير. ايوه طبعا، من لحظه في ايديك يا شيف النهارده. من لحظه التفكير ان هي تفكر تجيب صبي ولا بنت، تقول لك في اكلات بتخلي الست تحمل في صبي، في اكلات تخلي الست تحمل في بنت. النهارده بقى يا شيف احمد، هل دي اشعه ولا؟ بص، لا هو النهارده الدكتور عمرو هيصحح لنا، هنفهم منه الموضوع كل المفاهيم الخاطئه. احنا بنسمع حاجات كتير جدا عن الحمل وفتره الحمل، هو النهارده هيصحح لنا، يقول لنا ايه الصح وايه الغلط. طيب احنا برضو بطريقتنا نقدر نساعد الام في بعض الاكلات، وخاصه في الشهور الاولى من الحمل، ان هي تاكل ايه. فالنهارده نقدم الخضار السوتيه بطريقه جديده، وهنقدم كمان حلو مهم جدا اللي هي رقائق الشوفان، هنعملها بسكويت بعد الجنزبيل، والجنزبيل مفيد جدا. البطاطا الحلوه ازاي نقدمها مع الخضار السوتيه، معانا دجاج مشوي هنقدمه مع زيت الزيتون والاعشاب مشوي. فالنهارده في مفاجات في الحلقه بتاعتنا، هنبدا بيها طبعا مع الخضار السوتيه بشكل جديد، ومعانا كمان صدور الدجاج المشويه بالاعشاب، ومعانا بطاطس بوريه هنقدمها مع بعض النهارده بالحليب، ومعانا بسكويت الشوفان بالجنزبيل. هنبدا باول حاجه طبعا معانا الخضار السوتيه هنقدمه النهارده بشكل جديد، معانا بروكلي، ومعانا قرع عسلي، ومعانا بطاطا، ومعانا كوسه وفاصوليا خضراء وبتنجان ابيض واسود. كل ده مع بعض هنقدمه خضار سوتيه يظهر بشكله الطبيعي وبلونه الطبيعي. معانا كمان حلو النهارده صدور الدجاج المشويه بالاعشاب، هنعملها مع بعض صدور دجاج، ريحان، روزماري، زعتر، بصل وتوم، عصير ليمون، زيت زيتون، طماطم، ملح وفلفل، وخبز مرجوج او خبز صاج هنقدمه مع الدجاج المشوي. اول ما ادير صدور الدجاج المشويه بالاعشاب، صدور دجاج، ريحان، روزماري، زعتر وبصل وتوم، عصير ليمون، زيت الزيتون مع الطماطم، ملح وفلفل، خبز الصاج. معانا كمان البطاطا البوريه او البطاطس البوريه، معانا بطاطس وحليب وزبده بقدونس للتقديم، دي مهمة كمان جدا للست الحامل، لأن النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. معانا بسكويت الشوفان بالجنزبيل، مهم جدا البسكوتة الحلوة اللي فيها رقائق الشوفان، والشوفان من الحاجات اللي فيها الألياف المركبة والغير مركبة. معانا شوفان، معانا جنزبيل طازة، معانا زبدة، معانا دي، معانا طبعا بشرة برتقال، واحد كوب من السكر، بيض، ومعلقة بيكنج باودر. أقول تاني مقادير بسكويت الشوفان بالجنزبيل: شوفان، جنزبيل طازة، زبدة، نص كوب من الدقيق للشوفان، بشرة برتقال، واحد كوب من السكر البودر، واتنين بيضة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. النهارده الحلقة مميزة جدا، وبنهديها لكل أم بتفكر إن هي تكون أم مثالية في الشهور الأولى من الحمل، وإزاي يكون الطفل بتاعها نازل كامل النمو بوزنه الطبيعي. طبعا بمشاركة مصطفى. تسلم إيديك يا شيف، وطبعا إحنا هندوق الأكل اللي معودنا عليه دايما طبعاً الجميل. ورجعنا لكم مشاهدينا مع الشيف أحمد المغازي والأكلات الجميلة. أهلا وسهلا بك. إيه يا شيف؟ أنا انبسطت لما قالوا لي أنت النهارده عند الشيف عشان الأكل دايت النهارده وصحي جدا. أيوه، لا هو فعلا الأكل دايت النهارده، وخاصة عاملينه طبعا بناء على رغبة الدكتور طبعا للستات الحوامل والأم الحامل. إن شاء الله تكون الناس استفادت يعني. ولكن عايز أقول حاجة مهمة جدا، إحنا كان زمان ست تاكل أي حاجة وسايباها على الله. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. الكلام ده الزمن الجميل، صح ولا لا؟ توقعت إنك تقول هيك على فكرة. بالبركة. بالبركة. بالبركة وماشية. ومعظم الناس لحد دلوقتي كده. أنا فاكر كانت الأم تولد وهي بتخبز العيش وهي قاعدة قدام الفرن، ويمكن في الاستوديو هنا معانا الأستاذ المصور، كلنا من الأرياف والصعيد ودلوقتي والله يا أبو حميد. ايوه كمان يا شيخ، مش للدرجه دي يعني. كانت الام بتتغذى صح، تاكل لبن مظبوط، تشرب لبن الصبح، الكالسيوم زي ما قال الدكتور عمرو، الفوسفور، كل المعادن، كل الحاجات دي ده حقيقي فعلا. طالما الست سليمه هتقدر تقاوم الشهور يعني. لاقي لي لبن فيه كالسيوم بالسوق ده لازم. انا بشك، لا انه في الالبان بتجيبيها بتحسي هو مش حليب يعني، معاكي حاجه شبه الحليب بس ما فيش كالسيوم. بناكل بنشرب حليب بس صراحه يا شيف، هي الست الحامل ربنا يكون بعونها بجد بتتعب قوي يعني. فانا قبل شويه لما كنت بقول انه ما ينفعش توقف الست الحامل في المطبخ جدا عشان بتقول ست يعني بتكون ست تقيله يعني. فبننصحها انه هي ترتاح طبعا. هي ترتاح انا معاكي، بس ده ما يمنعش ان الطفل بتاعها يتغذى. مش لا 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 طبعا، مش معناته ان هي مش بتاكل طبعا. لا. لازم تتغذى كويس وتاكل كويس وتنتبه على صحتها كويس، دي حاجه طبيعيه. ما شاء الله يا شيف، ايه الحاجات انا النهارده عامل فراخ مشويه. ما انا ملاحظه. وبطريقه جديده حلوه كده، عملت خبزه اللي هي الخبز الصاج، حمرته مكان الفراخ، خد التست والبهريز بتاع الفراخ،
وبعدين غرفت الفراخ المشوية عليه بحيث يبقى الخبزة معايا مستوية وزي الفل. طب ايه اللي عامل الحاجات اللي ده بصل مشوي ده بصل مشوي معاها مع طماطم مشوية الخضار إيه اهم حاجة. الصوص ده عبارة عن البيون اللي انا تبلت فيه الفراخ اللي هو زيت الزيتون مع عصير الليمون مع الثوم مع الروزماري والزعتر والريحان الاخضر كل ده انسجم مع بعض وبالاخر اداني الصوص الحلو ده. حلو الله يشوف ده الريحه هنا جايه على عملت البطاطس البوري عملت البطاطس البوري النهارده بشكل جديد اللي انا هرسنا البطاطس بعد ما اتسلت. وعايز اقول حاجه مهمه جدا بالنسبه للبطاطس البوري بالذات وخاصه للست الحاج، لما تيجي تستوي البطاطس ما تسلقهاش متقشره، لان احنا في العاده بنسلق البطاطس وبعد ما بنسلقها بنصفي الميه لوحديها، بناخد نسبه كبيره من النشويات نفقتها هنا. لا، اسلق البطاطس بالقشره بتاعتها بعد ما تتغسل كويس وبعد ما تتسلق بالقشره قشر القشره هتلاقي النشويات جوه البطاطس. لان نشويات البطاطس مهمه جدا وبتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. الله يشايفه هنا ده الشوفان. الشوفان ده بنستخدمه في اكتر من حاجه، ممكن مع زبادي الصبح مع طبق فروت سلطه الصبح مع شويه شوفان متحمصين في زبده. الشوفان ده زي ممكن مع الحليب، كاسة الحليب الصبح اشربها معاها شوفان مفيش اي مشكله. فالشوفان مهم جدا، وزي ما قال الدكتور عمرو ده عدو وعنصر مهم جدا للصبح في الفطار يعني. وقال ان هو كله فيتامينز برضه طبعًا. كله فيتامينات. انت عارفه يا نهلا الشوفان من الحاجات الرقائق الوحيده غير القمح في اثنين الياف مركبه فعاله وغير فعاله، وبنسميه زي ما قلنا خالص من زمان هو المكنسه بتاعت المعده يعني مفيد. وانت عارف برضو اللي لفت نظري النهارده ان الدكتور عمرو عباسي برضو ما اعترضش على البطاطس ولا البطاطا. يعني النشويات في دكاتره كتير جدا فتره الحمل يقول لك ايه بالذات لو الست وزنها بيزيد اكتر يقول لها لا قللي النشويات او وقفي. ده مشكله اي واحده عامله ريجيم تقول لك انا ما باكلش بطاطس ما باكلش مكرونه ما باكلش التفاح وتحس ان هي عدوه ليهم. لا ده غلط، ده لازم لازم تاكل منهم لان هي ايه المكرونه والبطاطس طب كده ما عملناش حاجه يا شيخ. لا ما كنترول انت كل اللي نفسك فيه ولكن بكميات. هو ناكل اللي نفسنا فيه واحنا اتكلمنا فيه مره في الاسبوع. معانا اتصال. ليلى زينب. زينب يا زينب معانا اتصال. ايوه اهلا وسهلا الحاجه زينب. الحاجه زينب على راسي من فوق. الحاجه زينب من اشد المعجبين بالبرنامج والمتابعين الجيدين. الثلاثه الحلوين دول الله يبارك لك. ربنا يخليك. الحلوين دول الو ربنا يخليك يا حاجه. ربنا يخليك. الثلاثه سكر زياده والله انت اللي سكر زياده. شفت الحاجه بتدلعكم ازاي؟ احمد المغازي طبعا. ربنا يكرمك يا حاجه زينب. الله يخليك. وانتوا الثلاثه احلى من بعض والله. ربنا يخليكي ده من لطفك. والحلوه دي السوريه دي اللي شبه نجلاء فتحي. حبيبتي تسلمي جميلي الله يخليكي. ومش عارفه دي حته البغاشه. ايه بغاشه بغاشه يعني ايه بغاشه؟ البغاشه ده نوع من انواع الحلويات في الصعيد. والله شعر زي الزبيبه السوداء دي عسل. ده في شعرها ده ربنا يخليك يا حاجه زينب والله انت يعني احرجتينا في ذوقك. لا ابدا ده زي العسل. ربنا يخليكي والله ده من ذوقك بجد. انا ما شفتش احلى ثلاثه في القنوات كلها اللي انا بشوفها. الله عليكي شوفي لا كده خجلتينا بصراحه. سمعتي بتقولي ايه ست زينب؟ اسمع شكرا يا حاجه زينب. ميرسي قوي ميرسي. حاجه زينب دي سؤال عند حضرتك. اتفضل يا حبيبي. احنا كنا بنتكلم من شويه عن الام الحامل في الشهور الاولى. طبعا الزمن الجميل انت ست طبعا الام المثاليه. ربنا يديك الصحه. انا الام المثاليه ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. الام اللي هي النونو الصغير دلوقتي البنوته الصغيره اللي هي في الشهور الاولى من الحمل بتنصحيهم بايه؟ نصيحه الام بقى المثاليه الام الصغيره. ياكلوا البلح العجوه والجبنه القريش. شفتي جابت حاجه احلى من القريش خالص. البلح العجوه والجبنه القريش. نسيت البلح ازاي والطماطم. بتشرب اللبن عشان فيه كالسيوم. شفت الحاجه؟ عشان تغذي الجنين. نرجع للزمن الجميل متربيين على البلح بتاع بتاعنا والجبنه القريش. ايوه حاجه زينب. حاجه زينب اكرمتنا النهارده وقالت لنا كلام حلو جدا. ان في حاجات كده اهوت الناس الكبار بتوع زمان بيبقوا عارفينها وبالفطره طبعا وبتطلع الابحاث وتثبت ان هي صح طبعا. وبنرجع تاني حتى في الموضه بتاعتنا بنرجع للزمن الجميل طبعا للعندليب اللبس بتاعنا والحاجات دي نرجع للموضه اللي هي الاساسي التراث بتاعنا يا لبنى والعندليب. لبنى ايوه ايوه يا جميل. مساء الخير. مساء الورد. لو سمحت يا شيف حضرتك الحلقه اللي فاتت قلت حضرتك على الفراخ المقرمشه دي عملناها حطينا فيها الكورن فليكس انا ما لزقش فيها ما يعني بقى يقع في الزيت. كل اكله ولها اسرارها.
طب قول لي بقى. نقول الفراخ بعد ما سلقناها بنبردها في التلاجة شوية. وبناخدها بعد كده نغبرها بالدقيق. لازم نحطها في الدقيق شوية. قلت لي دقيق وبيض. ما استنى انا جاي لك اهوت. بعد ما بناخدها في الدقيق هي كده جاهزة ان هي تمتص اي حاجة. لان الدقيق هو المادة اللي هتمتص اي حاجة بعد كده. ايوه. تجهزي 2 بيضة معاهم شوية حليب برضو معاهم معلقتين دقيق. هيبقى عندك قوام كريمي كده حلو. ايوه. تاخدي الفراخ بعد ما غبرناها بالدقيق حطها في الخليط ده. الخليط ده يكون معاه بقدونس ناعم ومعاه توم ومعاه التست اللي انت عايزاه. أيوة. شيليها من الخلطة دي بعد كده حطها في الكيس مع الثلاثي المرح اللي هو البقسماط اللي هو الكعك مع الدقيق مع الكورن فليكس اللي هي ركائك الذرة العش. يعني كميات متساوية ولا ايه؟ اي برافو عليك سؤال في غاية الأهمية. 2 كوب كعك اللي هو البقسماط مع 2 كوب ذرة اللي هو الكورن فليكس اللي هي ركائك الذرة مع 1 كوب من الدقيق. ايوه. او كوب وكوب ونص كوب من الدقيق. لك سؤال تاني تحت امرك. ايوه. نخلطهم طبعا وبنحطها في الفريزر شويه ونقليها في قلب الزيت. الله يا شيف. تعرف انا ببص على هنا ما شاء الله الخضره. الخضره بتاع على فكره انا عايز اقول حاجه في بعض. طب خلينا ناخد بوسي ونرجع يا للخضر. بوسي. الو مساء الخير. يا مساء النور. ازيك يا شيف؟ يا مساء الورد. اتفضلي. ازيك حضرتك منور الشاشه. الله يبارك لك. اتفضلي ست الكل تحت امرك. الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعملها لنا دي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة يا رب. آمين يا رب. آمين. ورمضان كريم علينا كلنا. آمين يا رب العالمين. أمورين يا ستي. كنت عايزة أسأل حضرتك الأمر لا واحدة يا شيخ طبعا. عايزة عجينة السمبوسة طبعا كل سنة وحياتك طيبة عشان رمضان وكده. وأنا مش بحب العجينة لسه. كنت عايزة من حضرتك عجينة كده حلوة للسمبوسة من إيدك كده علشان نعملها إن شاء الله. طب خدي مني مقادير عجينة السمبوسة أهيت وجهزيها وخزنيها في الفريزر علشان يجي رمضان يلاقي التلاجة عمرانة تحت أمر. أهم حاجة. أيوه. إحنا المصريين بص نخزن وفي الآخر معزومين على الفطار النهاردة. الخزنة زي ما هي. بس الشهر طويل يا شايف حتى لو معزومين أول يوم في اللي ما نعملوش النهاردة نعمله بكرة. مقادير عجينة السمبوسة لكل اللي مشاهدونا على قناة دريم القناة الأم في الوطن العربي. خدوها من الشيف المغازي. عبارة عن 3 كوب من الدقيق معاهم نص كوب من الزبادي معاهم معلقة خميرة فورية معاهم معلقة سكر نص معلقة ملح وربع كوب من الزيت. بنخلط نص كوب من الدقيق مع معلقه الخميره مع معلقه السكر نخمر العجينه كويس في الاخر بنخلطها مع بقيه المقادير ونعجن عجينه هي لوحدها كده اتخمرت. بنبدا نفرد العجينه ونجيب اكياس بلاستيك ونرصها بين كل رقه والتانيه شويه دقيق وكيس بلاستيك عشان ما تلزقش ببعضيها وتخزنيها. وبعد كده تاخديها تلفيها بقى بالحشوات المختلفه اللي هي الجبنه اللحمه المفرومه الدجاج حسب ما انت عايزه زي ما هي عايزه زي ما هي عايزه. حلو جدا. طيب معانا اسئله ثانيه احط ايدي على السؤال. عايز اعرف التشكيله اللي هنا البروكلي انت عملت السوتيه ده بايه يا شيف؟ السوتيه نرجع للخضار ولا بزيت زيتون ولا بايه؟ الشكل الجميل حلو. حلو جدا. احنا هنبدا. انا عملت البتنجان النهارده سوتيه ولكن عايز احافظ على الحديد اللي موجود في البتنجان. ملاحظوا حاجه يا بنات. الدكتور عمرو لما اتكلم قال الام لازم تكون مثقفه وعارفه هي بتستخدم ايه عشان ده يفيد بايه. زمان كنا بالفطره كده ناكل وربنا كان ايه مبارك. بس دلوقتي عارف لازم تاكل السبانخ ليه عشان فيها حديد. بناكل البتنجان ليه؟ الكوسه ليه؟ قرع العسل او البطاطا ليه؟ الحاجات دي مهمه جدا. كل حاجه بناكلها عارفينها وبتلعب دور ايه في الجسم ده مهم. البتنجان عشان نحافظ على الحديد اللي فيه طبعا احنا بنسلقه في ميه بليمون بشويه خل. ميه بليمون بخل هنحافظ على الشكل الطبيعي بتاعه. الابيض ابيض والاسود اسود. الكوسه تلاحظوا ان هي بعد ما اتسلقت لونها اخضر وجميل لان يعني الميه فيها شويه ملح. انت حافظت على الخضار بتاعها فعلا يا شيخ. برافو. ليه بقى يا دهله؟ ليه؟ الميه بتغلى على النار منزل بالخضار والميه بتغلي فيها ملح. حلو. ما احطش الخضار واسيب الميه تغلي والخضار فيه هيسود. معانا اتصال. تحط الخضار على الميه من مين؟ غير ميه. معانا اتصال مين من حبايبنا؟ منى. يا منى. خد منى. مساء الخير. يا مساء النور. مساء الخير على احلى صحبه واحلى ثلاث ارباع واحلى شيف على القنوات الفضائيه والقنوات الارضيه. ايوه الله يعافيك. بس عايزه النهارده اخر ده نقول ايه؟ الوان يا الواناتك ولا يا خضراتك ولا يا نقول ايه يا شيف احمد؟ عايز اقول لك حاجه يا مدام منى بعد اذنك. اتفضل. احنا في ايام الصيف لازم نهتم قوي جدا بتداول الخضار بكميه كبيره طبعا. عشان نعوض الحر اللي احنا فيه ده طبعا. وبما انك بقى دخلت في حته البتنجان وانت عارف ان انا مدمنه بتنجان ولو طول اخده حقن اخده. انا عايزه اعرف السر في البابا غنوج اللي احنا لما بناكله بره بيبقى طعمه
وفي البيت بيبقى طعم بيبقى لونه اسود يبقى اسود شويه. السر بقى في البابا غنوج عيون الاثنين على بعض. لا لا يا استاذ احمد هي بتتكلم عن الطعم يا شيف. الطعم واللون يا استاذه نادر. حاضر يا استاذه منى. حاضر يا حاجه. بالظبط. وبابا غنوج لما على قناه دريم وعلى النص الحلو. انا بقول ده الحلو كله. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليك. كلك ذوق كلك ذوق والله. اشكرك اشكرك يا حاجه. لما نتحرمش معاك. اتفضلي كل سنه وانت طيبه. للساده المشاهدين ازاي تعملي بابا غنوج في البيت ويكون لونه ابيض، البتنجان من بره اسود ولكن سبحان الله قلبه ابيض. البتنجانيه بجيبها زي ما هي سليمه اللي هو البتنجان الرومي الكبير، واختار الزهره بتاعته تكون لونها اخضر ومتين، بشويها على عين البوتاجاز من فوق، اخرمها كده بالسكينه لغايه لما تتشوي وتاخد شكل. هنا بتطلع البخار اللي جوه، البخار ده لو اتكتم بواسطه الجلده بتاعه البتنجان هيسود من جوه حتى لو كان طازه. فهنا ان انا افتحها من جوه بيطلع بخار، البخار ده اللي هو السائل او الحديد اللي موجود جوه اللي بيسود لي البتنجان، بيطلع على هيئه بخار. فبشويه على الجريل. لازم نفهم التكنيك بتاع الاكله مش نطبخ وخلاص. بعد ما بتستوي على عين البوتاجاز باخدها بحطها في صاجه وادخلها الفرن. افتح البتنجان الاقي قلب ابيض، اخد اللحم بتاع البتنجان اهرسه بالشوكه بلاش الكبه، بخلط معاه بقدونس ناعم، شويه زبادي صغيرين، شويه طحينه صغيرين، عصير الليمون بيبيض لون الطحينه مع البتنجان، وبعد كده تتبلها بالملح والفلفل والكمون. طبعا والف هنا وشفا. ميرسي والله العظيم. انا جعت يا شيف. بنشكرك يا شيف. بنشكر الشيف احمد المغازي على كل الاكلات الجميله اللي هو بيعملها لنا. طبعا النهارده كان عاملها اكلات تخص الست الحامل. وبشكر طبعا زميلاتي ليلى وزميلتي رشا. وطبعا بشكر كل مشاهدينا تابعونا في حلقتنا النهارده، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم، واستنونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.